اختار الاتحاديون في مجلسهم الوطني أن يكون إحياء ذكرى كل شهدائي وكل قادة وكل مناضلي الاتحاد الاشتراكي في يوم اختاروا له تسمية يوم الوفاء، هو 29 أكتوبر. لكن محليا يصر الاتحاديون على إحياء وزيارة قبور قادتهم وأطرهم، لأن في هذه الزيارة جديد للعهد أولا، وتجديد للوفاء ثانيا، وتأكيد على أن الاتحاديين هم حزب الوفاء. أن كم من حركات التحرر وكم من الأحزاب ذهب قادتها، كانوا قادة مرموقين، ولكن خصلة الوفاء التي تميز الاتحاديات والاتحاديين هي التي تجعلهم اليوم مرة أخرى يقفون بهذا الحشد للتأكيد لقائدنا الرمز على أننا لازلنا على الطريق سائرون. زيارة قبر المرحوم عبد الرحيم بوعبيد هي وقفة وفاء لكل ما نضل من أجله، أي دولة الحق والقانون، مغرب المؤسسات. وكان المرحوم متشبث جدا بكل ما ساعد المغرب على الوصول إلى المرحلة التي نعيشها اليوم. مدرسة عبد الرحيم إذا صح التعبير هي مدرسة النضال، مدرسة الوفاء، مدرسة القيم، وعلاوة على كل ذلك الوفاء للرسالة الاتحادية التي لا زالت حية كيفما كانت التقلبات. رسالة الاتحاد هي النضال بجميع الوسائل وفي جميع الواجهات. الصراع اللي كان داخل الاتحاد المغربي للشغل حول تدبير النقابة، الأخ عبد الرحيم بوعبيد كان دائما مع وحدة العمل النقابي، لكن في وسط السبعينات اضطر الأخ عبد الرحيم بوعبيد لتنخرط الطبقة العاملة في المسلسل ديال الدفاع عن الديمقراطية، اضطر إلى خلق اللجنة العمالية داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. هذه اللجنة العمالية اللي كان بين المهام ديالها أنه استقطاب الحركة العمالية، العمال والأجراء والموظفين إلى الانخراط داخل الحزب، ومن خلالهم تصبح الحركة العمالية والحركة النقابية جزء من الحركة السياسية للصراع من أجل خلق، من أجل الديمقراطية ومن أجل العدالة الاجتماعية ومن أجل حقوق الإنسان. وبالتالي هو هذا المسار اللي خلى الحزب الاتحاد الاشتراكي من بعد في 78 كيأسس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. قائد الشعبي واللي كانت تعتبر واحد الرمز من رموز السياسة في هذا البلد، اللي أعطى البلد، اللي أعطى الوطن، اللي أعطى الشعب المغربي، اللي كان رجل دولة بامتياز، كان رجل نضال بامتياز، كان رجل المواقف الحقة والتي اعترف له بها الخصوم قبل الأصدقاء. أنتم كتعرفوا بأن أكبر شخصية في البلد اللي كان هو الحسن الثاني رحمه الله، كيف كان ينظر لهذا الرجل وكان يعترف لهذا الرجل بمواقفه بصلابته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.